النهارده عايزه اتكلم عن المحتوى الطويل والمحتوى القصير. انا من اوائل الناس اللي كان عندهم تيك توك لما كان لسه نازل جديد. في نفس الوقت يوتيوب ده اول منصه سوشيال ميديا استخدمها اصلا في حياتي. الفيديو ده عباره عن دردشه ورايي بس مش اكتر. المحتوى القصير ليه اضرار كتير قوي، واللي انا متاكده ان معظمنا سمع عنها. اهمهم اضراره على التركيز، ان هو بيقلل الاتنشن سبان بتاع الناس. دي قدرتك ان انت تركز في حاجه معينه لفتره طويله، فده اللي بيخلينا دلوقتي مش عارفين نذاكر لفتره طويله وهكذا. ده غير كده كده في المحتوى القصير ان انت مش بتلحق تاخد المعلومه كامله بسبب قصر الفيديوهات، وغير انها من الحاجات السهله قوي ان انت تدمن عليها بسبب شوت الدوبامين اللي انت كل شويه تاخده في كل تقليبه. غير ان التطبيقات دي ديزايند اصلا ان انت تخليك تسكرول لاطول وقت ممكن عن طريق الخوارزميات. المشكله ان بقى صعب تهرب من الفيديوهات القصيره لانها بقت موجوده في كل التطبيقات اللي حوالينا. تطبيقات هدفها الرئيسي ان هي تجيب لك الفيديوهات اللي انت بتحبها او الفيديوهات اللي بتثير اهتمامك وتخليك تفضل تسكرول. الناس بقى اللي بيقعدوا يقولوا ان احنا نستفاد من الفيديوهات القصيره وان في كونتنت مفيد وكده، فانت لو استفدت فيديو واحد ففي 10 غيرهم انت اتفرجت عليهم وما استفدتش منهم. طيب لو في ناس انت بتحبهم بتستفاد منهم بيقدموا محتوى قصير تعمل ايه؟ انا رايي ان انت تدخل الصفحه بتاعتهم كل فتره كده وتتفرج على الفيديوهات اللي هم نزلوها، مش لازم تستناهم لغايه ما يظهروا لك في فور يو بيج. دايما الفيديوهات القصيره عباره عن فتره. عمرك ما لقيت حد بيقول انا رايح اتفرج على الريل اللي نازل بقاله سنه. اما في المحتوى الطويل عادي، ممكن فيديو من 5 سنين تتفرج عليه دلوقتي عادي خالص وتستمتع بيه، ممكن كمان فتره كمان تتفرج عليه تاني. اما المحتوى القصير تلاقيه ليه فتره معينه وبيموت بعد كده. اما الفيديوهات الطويله انت مهما كان الفيديو من كام سنه هتلاقي فيه ناس بتتفرج عليه. عمرك مثلا اتفرجت على ريلز وبعد ما خلصت حسيت ان انت مرتاح وقلت انا متكيف ناو؟ قبل ما تجاوب فانا بقول لك لا طبعا. عكس بقى في الفيديوهات الطويله، ممكن عادي تتفرج على فيديو وتحس انت مبسوط، تستفاد منه حاجات كتير، فيديو يضحكك. الشعور ده عادي ممكن تحسه في الفيديوهات الطويله، بس ما اعتقدش ان ممكن حد يحس الشعور ده في فيديوهات قصيره. حتى لو بتتفرج على فيديوهات طويله بهدف الترفيه اوقات فراغك او بتاخد بريك من حاجه، فجس وات ده مش احسن حاجه، ان انت كده بترهق عقلك اكتر. حتى لو هنحط موضوع الارهاق ده على جنب مع انه مهم جدا، بس كم مره قلت مثلا تفتح ريلز لمده نص ساعه وانتهى بيك الموضوع ان انت بقالك ساعه ساعتين؟ هو ده طبعا وارد ان هو يحصل في المحتوى الطويل وانت تنسى نفسك وكده، بس اللي انا حاساه وحاسه ان انا متاكده منه ان انت مش هتنسى نفسك في الفيديوهات الطويله زي ما بتنسى نفسك في الفيديوهات القصيره. وانت بتقلب تبان الوقت ما ضاعش قوي، بس لو انت بجد بتحسب ومركز في الموضوع ده هتلاقي ان انت بتضيع بالساعات بتقلب. يعني انا شخصيا في ايام ببقى اللي هو حاسه ان انا ما استخدمتش انستجرام كتير وكده، بفتح بلاقي نفسي مستخدمة ساعتين. فانت لو بجد دققت في الموضوع وبدأت ان انت تاخد بالك وتحسب تلاقي نفسك بتضيع وقت طويل جدا وانت مش واخد بالك، خصوصا في الفيديوهات القصيرة. واخر حاجة الناس كلها مش تاخد بالها منها، ان بلاش محتوى قصير للاطفال. يعني تخيل طفل لسه عقله بينمو، لسه طفل لسه بيقول يا هادي، وانت تديله موبايل تروتس هتخليه متشتت من هو صغير، اتنشن سبان صغير. بجد 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 بلاش محتوى قصير للاطفال. طب هو ايه المحتوى القصير؟ كل عيوب كده مفيش مميزات؟ لا طبعا اكيد فيه، بس المميزات اكتر للكرييتور اللي بيعمل الفيديوهات مش المشاهد، لان المحتوى القصير بيفيد اي صانع محتوى، لان سهله جدا ان هو يتشاف لو حد لسه بادئ وكده. المحتوى القصير هيبقى بالنسبه له بدايه حلوه قوي ان هو يتشاف ويتشهر. حتى كمان المحتوى القصير بيفيد دلوقتي الناس اللي بيعملوا ماركتنج للشغل بتاعهم، زي مثلا محلات الهدوم دلوقتي على تيك توك. فالمحتوى القصير هيساعد اي حد ان هو يسوق لشغله او لنفسه، بس بالنسبه للمشاهد فعيوب الفيديوهات القصيرة اكتر من مميزاتها. المحتوى الطويل ليه متعته بجد اللي ناس كتير فقدتها بعد انتشار المحتوى القصير في كل حتة حوالينا. اول ما المحتوى القصير انتشر بزيادة ويوتيوب هيبته راحت والاتنشن سبان بتاع الناس راح معاه. انا كجانا بعمل محتوى قصير وتعبت منه، تعبت من فكرة ان انا لازم احاول اشد الناس في اول كام ثانية، تعبت من فكرة ان انا لازم الخص الموضوع في اقل من دقيقة علشان برضو الناس ما يزهقوش، وغير ان انا بحاول اتكلم بسرعة ومش ببقى براحتي، مش بحس ان انا براحتي، مش بحس ان انا بشخصيتي قوي، ما بلحقش. وكمان بقعد وقت طويل جدا امنتج عشان احاول اخلي المونتاج مسلي بكل الطرق على قد ما اقدر علشان برضو الناس ما يزهقوش، عشان معروفه ان الناس اللي على المنصات دي بتزهق بسرعه ودايما صباحها بيجري كده. دلوقتي بقالي فتره بعيده شويه عن المحتوى القصير وبقيتش بتفرج عليه زي الاول، بس كل مره لما اكون داخل اي تطبيق فيه محتوى قصير وابقى داخل اعمل حاجه معينه واطلع على طول، بلاقي نفسي فجأة بتفرج وإيديا قاعدة بتتحرك وبرجع للعادة دي تاني. في نهاية الفيديو حاولوا ان انتوا في اوقات فراغكم ان انتوا تستبدلوا المحتوى القصير بالمحتوى الطويل. ممكن تحتاج تعمل الحوار ده بالتدريج او ان انت تقطع مرة واحدة، وبرضه ما تتسحش في المحتوى الطويل، ان السوشيال ميديا عامة كترها مش كويس.